كلام مهم جدا من الكابتن محمود الخطيب، بيشكر اعضاء الجمعيه العموميه وبيقول ماذا حدث خلال الفتره السابقه. اتفضل يا استاذ. طبعا هو اولا هو التواصل بين مجلس الاداره والكابتن محمود الخطيب، وعلى الجانب الاخر طبعا الجمعيه العموميه، هو تواصل مستمر. والجمعيات العموميه العاديه اللي هي بتقام سنويا، هي الاساس فيها بيكون مراجعه الاعمال اللي تمت خلال عام، وفي مقدمتها الميزانية طبعاً والموازنة المقترحة طبعاً. وبالتالي أنا بقول لحضرتك مش صعب على الناس، لو هي عايزة تحضر هتقدر تيجي بمنتهى السهولة حقيقي. واللي أنا أعرفه أنه مجلس الإدارة بيوفر وسائل انتقال من الفروع المختلفة، واخد بالك كابتن، لحضورهم إلى المقر الرئيسي في الجزيرة طبعاً. فلو حد يعني مش هنقول مثلا ان الناس مش عارفة تروح، لا، المسائل ميسرة جدا، انه اي حد عاوز يروح يدلي بصوته او يقول رأيه صحيح. يعبر عن رأيه صحيح. ده متاح للجميع. وانا بقول كمان يا كابتن ابداء الاراء دي مش أحلى حاجة. مش فقط كمان في الجمعية العمومية، ممكن من على مدار العام، انت لو اي حد لو عايز يقول رأيه بيقدر يوصله. يعني بص يا استاذ جمال ويا استاذ محمود، يعني انا من الناس اللي بتروح النادي كتير جدا يعني، ف لو في اي حاجه جنبي مثلا، حاجه مش نظيفه، حاجه بتوجه للدكتور سعد، مش انا اي حد كمان من اللي قاعدين بشوفه بيقول انا رايح لدكتور سعد عشان اتكلم معاه، ان هو وفي ساعتها على فكره ده الموضوع ده بالتالي ده بيؤدي الى ايه؟ التقارب اولا، وان هو انا كمدير او انا كرئيس نادي، هو انا عايز ايه؟ اصل هي علاقه، انا عايز الناس تبقى مبسوطه بالظبط، وهي علاقه فيها طرفين حقيقة. طرف هو مجلس الإدارة المنتخب بإرادة هذه الجمعية العمومية، مجلس الإدارة اللي موجود مش مجلس جاي لا هو معين ولا هو مفروض على الناس طبعاً. ما الناس هي اللي مختاراه من شهور يعني طبعاً. فلو في أي مشاكل عند أي حد من الأعضاء يتفضل طبعا، أكيد مجلس الإدارة بيرحب بهذه الاراء جدا، بالاختلافات اللي قد تكون موجوده، وفي النهايه في اطار برضو عائله الاهلي العمل او البرنامج نفسه ده كله في خدمه الكيان طبعا. هو النادي. هو رئيس، عاوز اقول لك حضرتك على حاجه، هو الفتره حتى الفتره اللي سبقت الجمعيه العموميه على مدار الشهرين الثلاثه كان في جولات من خلال اعضاء مجلس الاداره، ويمكن حتى في فتره غياب الكابتن، فتره علاجه خارج بره، كان في جولات مكوكيه مهمه جدا قام بها الوزير العام الفاروق ومعاه مجموعه من اعضاء مجلس الاداره، الاستاذ طارق قنديل، محمد الجرحي، المهندس خالد مرتجي، يعني كل اعضاء مجلس الاداره الموجودين، دكتور محمد شوقي، كل الموجودين يعني مش باختلاف يعني دكتور محمد سراج، سمعوا اكيد وجهات النظر وبعض الحاجات اللي اعضاء طلبوها وضربوا من خلال الجلسات دي في بعض المشاكل، سواء كان في مدينه نصر حاجات معينه، ملاعب صحيح، حاجات في الشيخ زايد، في مثلا الباركنج، في مش عارف، في طلبات، الحاجات دي كلها اتحطت في فايل وهتكون مسار اهتمام. بس هو يعني عاوز اقول لك على حاجه، الجمعيه العموميه بتبقى فرصه، على فكره فرصه الناس تشوف بعض، عشان تبقى طالع لك ناس تبقى مش على طول على مدار سنه بيلتقوا مع بعض. النهارده لما يقول الكابتن انا بشكر الجمعيه العموميه على الثقه، ها الثقة اللي اديتها له وفوضت المجلس في اتخاذ القرارات واعتماد الحساب الكتاب وكل ده يبقى في محل نقاش. هل معنى عدم اكتمالها انه المجلس مش هيهتم بالطلبات اللي هي وصلت؟ لا، ده بيبقى في اقتراحات، بيبقى فيه استاذ محمود ملاحظات، لماذا لن يهتم يعني؟ انا بقول لك دور المجلس هو على اي اساس؟ انا بقول لحضرتك على حاجه، في حجم فيها اولويات، لا طبعا حجم الاعمال اللي بتم يا كابتن كبير جدا، يعني كبير جدا، بسم الله ما شاء الله، وصعب جدا بسم الله ما شاء الله. ده انا بسال لحد سؤال، بقول له معلش عاوز اسالك سؤال بس، هو ريال مدريد ولا برشلونه ولا باريس سان جيرمان عندهم انديه زي كده؟ قال لي لا مفيش الكلام ده، يعني الحسبه مفيش الكلام ده، وحتى الحسبه النادي الاجتماعي مش موجوده، ده نادي رياضي في الشكل، حتى لو كان ليه شكل الجمعيه العموميه زي الشركه والكلام ده. لكن عاوز اقول لك حاجه، انت لما بتشوف حجم العمل وحجم الانتشار الكبير جدا والتوسع
وانه ميزانيه بتتخطى يعني بسم الله ما شاء الله يعني حاجه كبيره جدا. ده يدل على ده مش يعني مش ولاده النهارده، لا ده تراكم وجهد اجيال وعمل كبير جدا تم على مدار السنوات اكتسبها الكيان الكبير من اخلاص وجهد مجالس اداره ولعيبه ورياضيين ونجوم واعضاء نفسيهم بيعرفوا امتى ليهم قومه لما يحسوا ان النادي عايزين وعايزهم بتلقى الاعضاء واقفين. لانه عاوز اقول لك على حاجه، اعضاء الاهلي هم جمهوره. صحيح، ايوه يعني عشان تبقى فاهم اعضاء الاهلي هم جمهوره. انا دايما لما باجي اتكلم يا استاذ محمود يا استاذ جمال دايما اقول اعضاء الجمعيه العموميه واعضاء الجمعيه العامه. طبعا اعضاء الجمعيه العموميه دول اللي هم 200,000 في اربعه، يعني حالي 800,000 900,000 مليون واحد تقريبا، اللي هم العضويات العامله، هم العضويات العامله باسرهم يعني. اما الجمعيه العامه فهي 70-80 مليون اهلاوي اللي بيشجعوا النادي الاهلي وبيحبوا النادي الاهلي وبيبقوا فخورين باي انجاز بيحصل داخل النادي الاهلي من انشاءات ومن تطوير. لانه في الاخر انا بحب النادي الاهلي، بشجع النادي الاهلي وعايز النادي الاهلي رقم واحد. زي ما حضرتك اشرت برضو، هو دور مجلس الاداره يعلم جيدا الدور اللي هو الموكل اليه. طبعا بدليل انه المجموعه في منهم عدد كبير كان موجود في الدوره اللي فاتت وعارفين مشاكل وطلبات الناس. صحيح. وبرضه لازم نقر حقيقه مهمه جدا انه طلبات الاعضاء لن تنتهي. يعني طول ما في حياه، طول ما في ناس موجودين، كل يوم بتطلع طلبات جديده، مشاكل وطلبات. صحيح. اهم حاجه بقى ايه؟ انه مجلس الاداره بيتفاعل. دي واحنا بنتكلم برضو بنحاول نجيب دي جوله مجلس الكابتن محمود الخطيب ومجلس ادارته في التجمع في مقر النادي الاهلي في القاهره الجديده. نعم اتفضل. بس انا شفت الصاله دي في زايد. ما هي موجوده في كل الصالات المغطاه. طبعا بس ده هنا في نقله تانية هنا بقى. والله بص انا شايف التجمع هيبقى في نقله كبيره جدا. انا كمان شايف هنا المقر مثلا بتاع الشيخ زايد، رحته كذا مره، ممتاز جدا يعني. لا 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 مقر الشيخ زايد ده لسه هيكتمل. ده لسه بالمدينه الرياضيه ان شاء الله، بالمدينه الرياضيه دي كمان. فعايز اقول ان العمل، معلش، مجلس الاداره لن يحتاج الى كثير من الكلام عشان يقول انا عملت كذا. طبعا الاعمال والانجازات اللي على ارض الواقع دي يا استاذ محمود هي بترد، هي اللي بترد على اي افتراءات بقى. طبعا. وما هواش موضوع كلام ولا حديث يعني. صحيح. دي حقيقه وعلى ارض الواقع. ده بص يعني. الجمال وبص الشغل الرائع اللي معمول في كل مقرات النادي الاهلي الحقيقه. اذا بنشوف حاجه جديده بتحصل في التجمع في القاهره الجديده هنلاقي الاجدد هيحصل كمان في الشيخ زايد، خلي بالك، وهيحصل بعد كده في مدينه نصر. الفرع. هيحصل في الجزيره. اول ما اتعمل الفرع اللي هو يعتبر الفرع الاولاني بعد المقر الرئيسي بتاع مدينه نصر، رحناه اول ما بدا خالص. نعم. منطقه كانت لسه جديده ومفيش ده زايد يا استاذ، ده زايد يا استاذ جمال. منطقه جديده ومفيش حاجه محيطه بيها خالص. بعد كده بقى اتفرج على العمران اللي صحيح في هذه المنطقه. خلي بالك اتفرج على سعر الشقق بقى بكام. ما انا بقول لحضرتك يعني وجود كان بملاليم اصبح بملايين. وجود كيان زي باسم النادي الاهلي صحيح ده 100% بيعمل توسع رهيب في الناحيه العمرانيه في المنطقه. وده برضه خلي بال حضرتك، ما هي وزاره الاسكان مش هتديك الارض ايوه غير لما ايوه تبقى عارفه ان عندك مجلس اداره بيحترم جمعيته العموميه، مجلس اداره هيلبي كل البرنامج بتاعه ودور مجتمعي برضه عائله النادي الاهلي خلال الاربع سنوات السابقه والاربع سنوات القادمه. فبالتالي انا هديك الارض، لكن ودور مجتمعي طبعًا. كبير جدا. لو ما كانش في مجلس اداره محترم ويقدر وواعي للمتطلبات مش هيقدر ينفذ ده. خلي بال حضرتك، اصل انت نادي الاهلي طبعا لاعضاء جمعيته العموميه واعضاء جمعيته العامه ولكن في نفس الوقت مصر كلها. هو لو عملنا كاس عالم، ما هو اتفضل اتمرن في ملاعب النادي الاهلي في القاهره الجديده، تخدم الرياضه. لو عملنا الاولمبيكس اتفضلوا اتمرنوا في كل الانشاءات. مش في انديه عربيه، مش في انديه عربيه شقيقه بتيجي وتتدرب في الملاعب في مدينه نصر. طبعا طبعا ده شيء مهم جدا برضو. انت بتزود القيمه الرياضيه حقيقي للمجتمع المصري او للرياضه المصريه حقيقي. اي منشأ بيتم ده إضافة أستاذ محمود من هو يا ريس هصرح حضرتك على حاجة. من هو جاي من فين
انك انت وصلت للرقم اللي انت وصلت له في عقود الرعايه. ثلاثه في عقود الرعايه يعني من فين يا فندم؟ يعني انا هبدا معلش مكان من احترامي. اتفضل. يعني انا اكلمك اقول لك انا عندي شعبيه وان انا عندي 850 مليون على مستوى الوطن العربي، ما تديني منطق يا اخي. يعني ما تديني منطق تحلل لي تقول لي بص طب انا عاوز اعرف. يعني اربع خمس فروع داخل الجمهوريه. واكثر من 30 نادي على مستوى الوطن العربي اسمهم النادي الاهلي. وبعدين تيجي تقول لي انا صحيح. مش عارف يا جماعه يعني ايه خلي يعني خلينا يعني بنؤمن نوع من العقل كده والهدوء يعني نتناول الامور ونديها وضعها الطبيعي ونناقشها باسلوب ما تناقشش وما تقارنش عشان ما تتعبش. اصل انت لو دخلت في المقارنه هتتعب. فلما تيجي تقول لي ليه فلان بياخد جنيه والتاني بياخد 10 بالظبط اقول لك طب اديني ابن الاسس كده 1 2 3 4 5 6 صحيح ابن يعني ناقش كده منطقيا وشوف ده جه النهارده ولا جه من زمان. صحيح. يعني عاوز اقول لك ايه انت بص على متطلبات طب بص على الناس التانية اللي بترغب في الشراكه وانا دلوقتي اتدخلت ولا قلت لهم تعالوا لا ولا هم نفسهم شايفين مكان مستقر مكان حسب وشافوا ناتج وعملي وعندهم دراساتهم وعندهم سؤال. كل الكلام ده حضرتك كراعي جاي النهارده عايز ترمي فلوسك في الارض؟ مين قال الكلام ده؟ لا ما انا بقول ده ايوه طبعا عاوز احسب هكسب ايه؟ يا كابتن هكسب طبعا يا ريس. الرعاه يبحثوا عن خلي بال حضرتك برضه بكره ان شاء الله في تمام الساعه 12 او هيتم الاعلان مش عارف 12 ولا 12 ونص لسه هيتم الاعلان عن شراكه جديده ورعايه جديده ان شاء الله. طبعا كل ده حضراتكم تقدروا تشاهدوه من خلال قناه النادي الاهلي وتغطيه خاصه للمؤتمر الصحفي للنادي الاهلي مع احد الرعاه اللي هيكون بكره ان شاء الله سيتم اضافه مهمه جدا. ده كله جاي ليه؟ ده كله جاي ليه؟ نعم. نتيجه للنجاحات المتتاليه في جميع المجالات. نعم. مش بس الرياضه. صحيح. يعني مش بس رياضه مش طبعًا. بس بطولات لا الانشاءات والنجاح اللي موجود فيه النادي الاهلي على طول هو اللي بيغري اي مستثمر او اي شريك ناجح. وبالتالي بكره ان شاء الله مره تانية بكره ان شاء الله هناك تغطيه خاصه على شاشه قناه النادي الاهلي احد الرعاه سيتم الاعلان عنه بكره في مؤتمر صحفي كبير ان شاء الله سيكون منقول على شاشه قناتكم قناه النادي الاهلي.